السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أشرح كيف ممكن نضيف اختصارات إضافية تحت الأحرف الموجودة في لوحة مفاتيح في الآيفون. على سبيل المثال، زي ما احنا عارفين إنه تحت كل حرف في أحيانا تجيك مجموعة حروف، مثلا زي حرف الياء لو ضغطنا عليه وضغطنا شوي حيطلع لنا 3 حروف مثلا. فاحنا نشوف كيف مثلا نضيف تحت حرف الباء كلمة جديدة، مثلا زي باك مثلا، أو تحت حرف الألف ممكن نضيف السلام وهكذا. هذا اللي راح نشوف الآن. طبعا محتاجين برنامجين، البرنامج الأول آيفون بوكس، والبرنامج الثاني بيلس إديتور فور ويندوز. نفتح الآيفون بوكس، نتأكد أن الجوال الآيفون طبعا مشبوك عن طريق اليو اس بي، وننزل تحت إلى الراو فايل سيستم، بعدين سيستم library، ندور على frameworks، ننزل تحت الى UIKit framework، نضغط على UIKit framework، ننزل تحت الى نوصل الى ملفات الكيبوردات سواء العربي او اي لغة ثانية. عندنا مثلا keyboard-ar، هذا خاص للغة العربية، هتلاقي كثير من الملفات لكل اللغات. احنا اللي همنا keyboard-ar. اول شيء ناخذ نسختين من هذا الملف، النسخة الاولى نخليها كنسخة احتياطية في حال واجهتنا اي مشكلة او اي كراش في الايفون. نسحب الملف على سطح المكتب، نعدل الاسم الى old، هذا نخليها نسخة احتياطية عندنا. ناخذ النسخة الثانية اللي راح نعدل عليها، تكون طبعا بنفس الاسم الموجود في المجلد UIKit framework. نفتح البي ليست عن طريق برنامج بي ليست اديتور فور ويندوز، دبل كليك، راح تظهر لنا مجموعه من الاكواد الخاصه بالاحرف، تقريبا تبدا من السطر 120، يبدا بالارقام، ينتهي رقم 9، يبدا بعدين بالحروف. اول حرف اللي هو حرف الالف، زي ما انتم شايفين اضفت انا سلام وطلعت كلمه السلام. طبعا عندنا كي اللي هو الكي كابس، هذا يمثل الأحرف اللي تظهر عندنا في الكيبورد. أما الكي سترينج يمثل الكلمة اللي راح تنطبع في حال اخترنا أحد الأحرف الموجودة فوق. مثال تحت كلمة تحت حرف الباء، نروح في الأخير، طبعا الأخير انتبهوا يبدأ من هنا عشان تكون أوضح، من هنا يبدأ الأخير. نحط مسافة، نضيف كلمة مثلا نخليها بالأحرف الإنجليزي مو مشكلة، برب، وننزل تحت هنا مسافة، نكتب الكلمة اللي راح تقابلها في حال اخترنا برب بالانجليزي تطبع لنا برب بالعربي. طبعا عشان العربي ينطبع في الاخير، لكن هو الاخير هنا يعني بيبدأ من يمين، يبدأ من يسار اليمين. مثال ثاني، ننزل على حرف مثلا حرف الهاء مثلا، ممكن نضيف ضحكة، نوقف في الاخير مسافة مثلا هاء واحد، نفس الشيء ننزل هنا في الأخير مسافة، نحط مثلا الضحكة، نفس الشيء مثلا حرف الياء اوريدي في اسلام وانا مسويها اوكي، ونحط اختصار تحت اي حرف، يعني ممكن يكون اكثر من اختصار تحت الحرف الواحد. الان نطلع من البرنامج ونسيب. نتأكد إنه التعديلات اوريدي موجودة، نزل لسطر 120 تقريبا حرف الباء اوكي. اول شيء نحذف المجلد الكيبورد AR من الفولدر UK framework، delete yes، بعدين نسحب نرجع الملف اللي عدلنا عليه، نضيفه طبعا. بس في نقطة مهمة، انك انتبه لما تسحب الملف ما تحطه داخل احد المجلدات هذه، فيفضل تنزل تحت الى الاخير الى منطقة فاضية، تسحب الملف تحطه هنا اوكي. الان ريفرش، نرجع للايفون، نشوف الكيبورد، شايفين هذه اللي ضفناها في البداية،
ممكن نضيف نشوف حرف الباء زي ما تشوفين كلمة براب ينسخنا بالعربي براب. الحرف الهاء أضفنا كمان تحت حرف الهاء أضف لنا هاء واحد لو اخترناها يطفى لنا الضحكة. هذا تقريبا باختصار كيف احنا ممكن نضيف هذه الاختصارات، وكل واحد ممكن يعدل ويضيف الاختصارات اللي يحبها، بس أهم شيء زي ما ذكرت في البداية لازم يكون عندنا نسخة احتياطية من الكيبورد الأصلي في حال لا قدر الله صارت عندنا أي مشكلة.